وإلى خبرنا الأخير، حيث نظم متحف الشارقة للآثار محاضرة علمية بعنوان الشارقة في العصر الحديدي، وذلك ضمن برنامج رحلة في رحاب التاريخ الذي ينظمه المتحف منذ عام 2009. مراسلنا محمد عبد الله زار المتحف وأعد التقرير التالي. رحلة في رحاب التاريخ، وتحديداً في العصر الحديدي. هي ما نشهده في هذا المعرض، حيث عدد من التحف الأثرية والعائد تاريخها لفترة ما بين الأعوام من 1300 حتى 300 عام قبل الميلاد. وإن كان أغلبها من مواد غير حديدية، لكنها تعود للحقبة الزمنية نفسها، كهذه الجرة التي تعتبر أضخم جرة فخارية تم اكتشافها حتى الآن في دولة الإمارات وسواحل الخليج العربي، ليكون متحف الآثار بذلك مرجعاً تاريخياً على الصعيد المادي والثقافي. متحف الشارقة للآثار أرشيف مفتوح يعرض جميع المكتشفات الأثرية التي تم اكتشافها في مناطق إمارات الشارقة. ومن أهم رسائل المتحف هو نشر الثقافة والمعلومات الخاصة بهذه المكتشفات الأثرية. بناء على ذلك تم تخصيص منذ عام 2010 برنامج سمي برحلة في رحاب التاريخ، نسقط فيه عدد من الباحثين والمتحدثين والمهتمين والطلبة وأساتذة التاريخ في مجال التاريخ والآثار. قسم العصر الحديدي يضم أيضاً عدداً من المصنوعات الفخارية والبرونزية، من بينها غطاء مبخرة فخاري له ثقوب وعليه تمثال صغير لثور، وبجانبه مقتنيات أخرى يمكن للزائر أن يشهد عبرها طبيعة الحياة في إمارة الشارقة قديماً على صعيد التجارة والزراعة والصناعة. إلى جانب هذه المكتشفات الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي، تقام محاضرة تأخذنا في رحلة لزمن الشارقة في العصر ذاته. فهذه المحاضرة العلمية جاءت بعنوان الشارقة في العصر الحديدي، ونظمها متحف الشارقة للآثار ضمن برنامج رحلة في رحاب التاريخ، بحضور نخبة من الباحثين والعاملين في مجال الدراسات التاريخية في الدولة ومنطقة الخليج العربي، فيما تناولت أبرز ما توصلت إليه المكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة. برنامج اليوم متخصص في حقبة العصر الحديدي لأهمية هذا العصر، والذي صارت فيه نقلة نوعية في ازدهار الإمارة أو المنطقة بشكل عام، أيضا لازدياد الاكتشافات الأثرية في هذا العصر. تم إلقاء الضوء على أهمية العصر في محاضرة اليوم. تناولنا كذلك أهم المكتشفات الأثرية التي وجدت في موقع مويلح في إمارة الشارقة، وكذلك موقع الثقيبة في سهل المدام أيضا في إمارة الشارقة، وبينا كيف اعتمد الإنسان على الأفلاج في الزراعة وفي الاستيطان كما هو مبين في موقع الثقيبة، وكيف اعتمد على التجارة في حياته كما تبين من خلال المكتشفات في موقع مويلح الأثري. عقدنا كذلك مقارنات بين القطع الأثرية المكتشفة في موقعي مويلح والثقيبة وما يماثلها ويشابهها في المواقع الأثرية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه البرامج تسلط الضوء على المخزون الثقافي والتراث المادي الذي تزخر به الإمارة، ويتجسد جانب كبير منها فيما تضمه متاحف الشارقة من كنوز وآثار قيمة. إذن متحف الآثار بأقسامه وفعالياته التي يقيمها يأخذ الزائر في رحلة نحو رحاب التاريخ، مستعرضا بها مكتشفات إمارة الشارقة. لإخبار الدار محمد عبد الله، الشارقة.